بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع مراجعة أو استكمال لمراجعة مادة المؤسسات والتكاليف. كنا بدأناها الحلقة اللي فاتت وقلنا لأعزائنا الطلبة والطالبات اللي ما أسعفهمش الحظ إن هم يجتازوا امتحان الدور الأول الخاص بالدبلوم بتاعهم في مادة المؤسسات والتكاليف، وقلنا إن شاء الله ما فيش أي مشكلة، هنعمل مراجعة سريعة على المقرر بتاعنا على طريق تقديم مجموعة من المسائل ونتعرف مع بعض إزاي نقدر نحلها بكل سهولة ويسر إن شاء الله، ونسترجع مع بعض كده المعلومات. وعايزين نحط في دماغنا إن مفيش أي مشكلة، وقعنا مرة نقوم ونستكمل إن شاء الله حياتنا، والمهم إن شاء الله نحصل على الشهادة بتاعتنا ونحاول بإذن الله نشتغل في المجال بتاعنا، لأن هو فعلا 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 مجال مفيد جدا لينا شخصيا وللناس المحيطة بينا. يا ريت إن شاء الله نستكمل كده مع بعض حلقتنا المراجعة بتاعتنا وتفيدنا إن شاء الله في حياتنا العملية بعدين. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وبدأنا بمسألة بسيطة كده، وعرفنا ازاي بقدر اعمل الرسم التخطيطي للمنتج بتاعي، وازاي اقدر احدد مقدار المرد والبطانة بتاعته، ازاي اقدر احدد الكمية الخاصة او المطلوبة من الأقمشة من الخيوط من الأزرار، وإزاي أقدر أحسب التكاليف بتاعت كل مجموعة منها أو كل كمية منها، وإزاي أضيف نسبة الأرباح بتاعتي، وإزاي أقدر أحدد سعر المنتج الواحد بعد إضافة هامش الربح بتاعي. برضو النهاردة هنستكمل على نفس النظام بس هيكون بشكل مسألة مختلفة معانا. نبدأ كده حلقتنا مع بعض ونشوف. بيقول لي طلبة إحدى الشركات من مصنع ملابس جاهزة توريد عدد 100 طقم. طيب 100 الطقم ده مكون من إيه؟ بيقول لي مكون من بدلة وقميص وكرافتة. تمام، يبقى المواصفات المطلوبة مني أو الطقم المطلوب مني، الطقم الواحد عبارة عن بدلة وقميص وكرافتة رجالي بالمواصفات التالية. هنشوف مع بعض كده إيه هو المواصفات اللي طالبها مني. بصوا كده حضراتكم من شكل الصورة اللي هو بيبقى رسمها لي أو الموديل اللي هو حاطته لي في الامتحان، زي ما اتكلمنا في حلقتنا اللي فاتت قبل كده وقلنا مش معنى ان هو بيكون حاطط لي صورة حاططها لي ان انا اتفرج عليها وبس، لا، هي اكيد ليها مغزى او ليها معنى معين هو حابب ان هو يوضحه لي. فمن الرسمة بتاعتي هيبين عندي ان انا عندي قميص من خامة معينة، وهيبقى باين قدامنا ان هو لونه ابيض، معنى كده ان هو محدده لي باللون الابيض. في عندي خامة خاصة بالبدلة نفسها وهي بتختلف عن خامة القميص، وعندي خامة او ستايل للكرافات مطلوب مني، فانا لازم اخد بالي يبقى انا عارف ان انا عندي 3 نوعيات من الخامات، خامة خاصة بالقميص وخامة خاصة بالبدلة غير خامة الكرافات نفسها، وهيطلب مني من الشكل اللي قدامنا هعرف ان هو خامة من اللون الابيض. وطبعا معناها ان هي بدلة بالمنظر اللي قدامي ده، يبقى انا تلقائي لازم احط في دماغي ان ادام في جاكيت بدلة رسمية بالنظام ده يبقى لازم يكون ليها بطانة برضو. فاحنا هنشوف مع بعض كده المواصفات برضو اللي هو هيوضحها لي غير الرسمة هتكون عبارة عن ايه. نشوف كده مع بعض. ادي منظر البدلة زي ما حضراتكم شايفين، ادي القميص وادي البدلة نفسها، وشايفين ان الخامة مختلفة غير خامة الكرافات. برضو ناخد بالنا ممكن يبقى طالب مني جيب، فهنشوف ده هيبقى طالبه ولا لا. برضو ده منظر تاني للبدلة زي ما حضراتكم شايفين، برضو بيأكد لي ان القميص عندي من خامة مختلفة عن خامة البدلة ومن اللون الأبيض، وآدي جاكيت البدلة نفسه. لو تاخدوا بالكم برضو لازم نحط في دماغنا إن أنا عندي فيه عراوي وأزرار غير خامة الكرافات نفسه، وعندي جيب. تمام، نشوف بقى هو موضح لي المواصفات نفسها كاتبها لي إزاي. بيقول لي أول حاجة البدلة، أنا عايز البدلة بمواصفات معينة، إيه هي المواصفات المطلوبة منها؟ نشوف. بيقول لي أول حاجة بتحتاج البدلة 3 متر قماش، البدلة اللي احنا هننفذها محتاجة 3 متر قماش.
تمن المتر الواحد 30 جنيه، وهو هنا مسهل عليا، جايبها لي بالمتر وجايبها لي بالجنيه، يبقى مش هحول ولا هضرب في 100 ولا حاجة. تمام. تاني حاجة او تاني مواصفة هو طالبها مني في البدلة، بيقول لي ان بتحتاج 1 متر قماش بطانة، زي ما احنا قلنا في الاول، مجرد ان هو عرفني ان هي بدلة يبقى انا لازم احط في دماغي ان البدلة دي عندي ليها، او جاكيت البدلة بالذات بيكون لي بطانة. احيانا برضو البنطلون، لو هو طالب مني البنطلون، والبنطلون الخاص بالذات بالبدلة الكلاسيك او الرسمية، برضو احيانا بيكون ليها جزء بطانة داخلي للبنطلون نفسه، بس احنا حاليا بنتكلم على الجاكيت اللي هو قدامي. ادام جاكيت بدلة رسمية يبقى فيه بطانة زي ما احنا اتفقنا في اول حلقتنا. اهو بيقول لي بتحتاج 1 متر قماش بطانة، تمن المتر 10 جنيه، برضو سهل عليا ومحولها لي بالجنيه. تمام. بيقول لي يلزم للبدلة الواحدة، طبعا احنا الطلبية بتاعتنا 100 بدلة او 100 طقم كامل على بعضه، فهو بيقول لي بيلزم للبدلة الواحدة خامات مساعدة بواقع 5 جنيه. طبعا الخامات المساعدة اللي هي ايه؟ طبعا عندي الخيوط، الازرار، زي ما احنا عارفين قبل كده، لو كان في سوسته، لو كان في منديل او حاجه زخرفيه بتضاف، لو كان في دبوس، ايا كان، كل الخامات دي احنا بنتكلم عليها خامات مساعده بتضاف معايا، بس الاساس اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الخيط اللي انا هستخدمه للخياطه، سواء كان للبطانه او للجسم نفسه. تاني حاجه كمان الخيط اللي انا هستخدمه في عمل العروه نفسها. تمام. يبقى دي بيقول لي هو سهلها عليا وقال لي ان كلها للبدله الواحده بنحتاج كله على بعضه 5 جنيه. تمام. نيجي نكمل، بيقول لي متوسط اجر تشغيل البدله 50 جنيه، متوسط اجر تشغيل البدله 50 جنيه، هو برضو سهل عليا وقال لي في جزء من التشغيل بتاعها هندفع 50 جنيه على طول، مش محتاجين ان احنا نحسب حاجه تانية. طيب نيجي نشوف ايه تاني. دي كانت مواصفات البدلة. طيب مواصفات القميص هنشوف كده مع بعض. بيقول لي ان القميص منفذ من خامة قماش ابيض، زي ما احنا قلنا بيحتاج القميص الواحد 150 سنتيمتر. خدوا بالكم من التمييز بتاع كل رقم سنتيمتر، معنى ان هو سنتيمتر يبقى انا لازم بحول في الاخر بعد ما بعمل الحسبة بتاعتي، بحول السنتي لمتر، بان انا بنشوف بقى بنضرب ولا بنقسم على 100. هو طبعا بنقسم على 100 علشان خاطر يتحول معايا لمتر. تمام. فاحنا لازم ناخد بالنا، وزي ما اتفقنا في حلقتنا اللي فاتت واحنا بنراجع واحنا بنقرا المساله كويس، بنحط خطوط كده بسيطه تحت كل ما هو بيلفت النظر علشان ما ارجعش وانسى. اي سنتي متر، هو يعني في الاول كان كل كلامه معايا بيقول لي بالمتر وبالجنيه، جه دلوقتي في القميص وحب يلخبطني وقال لي ان هو القميص بيحتاج 150 سنتيمتر، يبقى انا تلقائي بحط في دماغي ان السنتيمتر ده لازم يتحول لمتر، يبقى بقسمه على 100. دي كده دماغي شغاله في اساسيات ما بنساهاش ابدا، عشان اقدر اطلع الكميه بتاعتي بالمتر واقدر احسب تمن التكلفه بتاعتها او الفلوس اللي انا هدفعها للكميه كامله مع بعض على بعض، زي ما هنشوف مع بعض بعدين. تمام. يرجع بعد كده ويقول لي ان تمن المتر 20 جنيه. خلاص، تمن المتر الواحد 20 جنيه. طيب في عندي بيقول لي خامات مساعده، خامات مساعده هنا للقميص غير طبعا الخاصة بالبدلة، بواقع 2 جنيه للقميص الواحد. تمام. برضو قال لي ان اجر تشغيل القميص 15 جنيه، القميص الواحد، هو بيتكلم على القميص الواحد، يبقى طبيعي برضو انا علشان احسب للكمية كلها يبقى انا بضرب في 100 اللي هي الطلبية كاملة على بعضها، زي ما برضو في الخامات المساعدة هو هنا كان قايل لي 2 جنيه للقميص الواحد، طب للطلبية الكاملة على بعضها يبقى انا بعمل ايه؟ بضرب في 100 اللي هو العدد المطلوب مني او الطلبية اللي مطلوبة مني. تمام. نيجي بعد كده بيقول لي المواصفات الخاصة بالكرافات، ايه هي المواصفات الخاصة اللي طالبها مني العميل اثناء التنفيذ؟ بيقول لي ان تكلفة الكرافتة الواحدة 25 جنيه، تكلفة الكرافتة الواحدة 25 جنيه. ما طلبش بقى مني اي بطانات، اي تنايات، حسبة القماش بتاعها، لا خالص، هو قال لي ان تكلفتها على بعضيها 25 جنيه، هو سهلها عليا خالص. طيب نيجي نشوف بعد كده المطلوب بقى، وده الاساس بتاعي اللي لازم اخد بالي منه، لان ده اللي باخد عليه الدرجه في الاخر. هي طبعا كل خطوه ليها درجه،
كل رقم ليه درجة، يعني احنا ما بين يعني ما بيضيعش حق حضرتك خالص، لا بالعكس كل خطوة بتكتبها عليها الدرجة بتاعتها، بس الناتج النهائي اللي انا طالبه منك المطلوب النهائي ده اساسي، فاحنا لازم ناخد بالنا ونشد تحته خط كده ونوضح ان احنا وصلنا للناتج النهائي اللي مطلوب مني. طيب ايه هو بقى المطلوب مني هنا؟ بيقول لي حساب تمن بيع الطقم الواحد بعد اضافة اهم حاجة نسبة الربح اللي هي الخاصة بالمصنع نفسه. يبقى حساب تمن بيع الطقم الواحد بعد اضافة نسبة الربح، ونسبة الربح اللي طالبها المصنع بتاعي 20% من إجمالي التكاليف، وطبعا احنا قايلين قبل كده ان احنا 20% دي لما بحولها بتبقى 120/100، صح كده؟ نشوف مع بعض بقى الإجابة بتاعتي نبتديها ازاي. أول حاجة هاخد الجزئية الخاصة بالبدلة، لأن هو لما قسمها لي قسم لي مواصفات خاصة بالبدلة، مواصفات خاصة بالقميص، مواصفات خاصة بالكرافات، فأنا برضو همشي على نفس النظام بتاعه. أول حاجة البدلة، هنحسب كمية القماش اللي اللازمة. كمية القماش اللازمة هو كان قايل لي إن البدلة الواحدة بتحتاج 3 متر، طب الطلبية كاملة على بعضيها كانت 100، طيب يبقى كمية القماش اللازمة للطلبية كلها على بعضيها قد إيه؟ يبقى هضرب 3 متر في عدد المطلوب مني اللي هو 100، هيديني 300 متر، تمام كده؟ هيديني 300 متر، يبقى البدلة الواحدة محتاجة 3 متر، وأنا العدد اللي مطلوب مني 100 بدلة، يبقى 3 في 100 بيديني 300 متر. طيب قماش البطانة للكمية، هو كان قايل لي إن البدلة الواحدة هتحتاج مني قماش بطانة متر واحد، وأنا الطلبية بتاعتي قد إيه؟ الطلبية بتاعتي 100 قطعة، صح كده؟ اللي هي 100 بدلة، يبقى 100 في الواحد اللي هو الواحد المتر اللي هم هضربهم في بعض هيطلع لي 100 متر. يبقى انا في الحالة دي حسبت كمية القماش اللازمة للطلبية كاملة للقماش الاساسي الخاص بالبدلة، والقماش اللازم للبطانة اللي بطانة البدلة نفسها. قماش البدلة كان 3 متر ضربته في الكمية كلها اداني 300 متر، وقماش البطانة لوحده كان للبدلة متر واحد فضربته في الطلبية اللي هي 100 اداني، يبقى انا محتاجة 100 متر. يبقى لازم نفرق ان في قماش اساسي وقماش خاص بالبطانة زي ما هو كان موضح لي في المواصفات اللي قايلها لي في الاول. نكمل مع بعض، نيجي بعد كده تمن قماش البدلة. هو كان قايل لي ان قماش البدله ب 30 جنيه، المتر الواحد ب 30 جنيه، طيب كميه القماش اللي انا محتاجاها كلها اللي انا لسه مطلعاها كانت كام؟ كانت 300، يبقى ضربت ال 30 اللي هو سعر المتر الواحد في ال 300 اللي هي كميه القماش اللي انا محتاجها للطلبيه كامله، طلع لي 9000 جنيه. يبقى انا محتاج 9000 جنيه عشان اقدر اشتري كميه القماش اللازمه لعمل البدله. طيب والبطانه دي نقطه تانية، تمن قماش البطانه، تمن قماش البطانة كان قايل لي المتر ب 10 جنيه، صح كده؟ طيب وانا محتاج قد ايه قماش؟ احنا لسه حاسبينه كان 100 متر، يبقى العشرة اللي هو السعر في 100 اللي هي كمية قماش البطانة المطلوبة، يبقى هبقى محتاج 1000 جنيه، العشرة في 100 بيديني 1000 جنيه. طيب جينا برضو لحاجة تانية، كان قايل لي الخامات المساعدة. هو قايل لي ان الخامات المساعدة اللي احنا محتاجينها كانت بواقع 5 جنيه للبدلة الواحدة، صح كده؟ هو كان مسهلها عليا وقال لي ان الخامات المساعده اللي احنا محتاجينها بواقع 5 جنيه للبدله الواحده. طب انا عندي كام بدله؟ الطلبيه بتاعتي كام؟ كام قطعه؟ طبعا 100، يبقى انا هضرب ال 5% هيطلع لي 500 جنيه. يبقى في الحاله دي ثمن الخامات المساعده ال 5 جنيه في ال 100 قطعه اللي مطلوبه مني هيديني 500 جنيه. خلاص يبقى انا قدرت احدد تمن قماش البدله، تمن قماش البطانه، تمن الخامات المساعده اللي انا محتاجاها للطلبيه كلها على بعضيها الخاصه بالبدله. طيب جمله الاسمان بقى اللازمه للبدله نفسها، طبعا هجمع تمن القماش الاساسي طلبيه القماش الكامله زائد تمن قماش البطانه زائد اللي هي الخامات المساعدة، يعني 9000 زائد 1000 زائد 500 اداني 10500 جنيه. دي جملة الأسمان اللازمة لخامات البدلة. طيب نيجي بعد كده جملة الأجور. هو كان قايل لي ان الأجر اللي احنا محتاجينه للتشغيل البدلة الواحدة كان 50 جنيه،
هو كان قايل لي ان تشغيل البدله الواحده بواقع 50 جنيه. طب انا عندي كام بدله محتاجهم، او الطلبيه المطلوبه مني كام بدله؟ زي ما احنا عارفين هي 100، يبقى هضرب ال50 في 100 هيطلع لي 5000 جنيه انا محتاجهم اجور للبدله او تشغيل البدل كامله على بعضها. خلاص يبقى عرفنا جملة الأجور الخاصة بالبدل دي جبناها منين. أنا كان قايل لي في المواصفات إن تشغيل البدلة الواحدة بيحتاج 50 جنيه، وأنا عندي الطلبية بتاعتي 100 بدلة، يبقى 50% إداني 5000 جنيه. طيب يبقى أنا في الآخر هبقى محتاج أعرف البدلة كاملة بقى على بعضيها، التكاليف الخامات بتاعتها زائد الأجور هيبقى كام؟ أهو بنقول جملة تكاليف البدل هيديني اللي هو 10500 جنيه، اللي هي كانت جملة أسمان الخامات بتاعة البدلة، زائد ال5000 جنيه هيطلع لي 15500 جنيه. دي جملة التكاليف الخاصة بطلبية البدل على بعضها. تمام كده. نيجي لتاني حاجة، ثانيا القميص. نبتدي نشوف بقى هنحله ازاي. نفس النظام، انا محتاج عايز اعرف كمية القماش اللازمة لطلبية القمصان على بعضيها قد ايه. لو تفتكروا هو كان مدهاني بالسنتيمتر، انا عايز اعرف كمية القماش اللازمة لطلبية القمصان. طلبية القمصان زي ما احنا متفقين هي 100، 100 قميص مطلوب مني. كان قايل لي ان القميص الواحد بيحتاج مني 150 سنتي، واتفقنا واحنا بنحدد كده واحنا بنقرا جزئية المسألة خطوة خطوة، كان قايل لي ال 150 بالسنتي، يبقى انا لازم احول زي ما اتفقنا ال 150 السنتي دول للمتر، يبقى هقسم على 100 وهضرب في عدد الطلبية الكاملة اللي هي ال 100 قميص. هنطلع مع بعض كده شوفوا معايا، ادي ال 100 اللي هي الطلبية الكاملة في ال 150 على 100 اللي انا حولت السنتي للمتر، هيديني 150 متر. يبقى دي كمية القماش اللازمة لعمل طلبية القمصان كاملة، 150 متر قماش. تمام. طيب تمن القماش للكمية كلها على بعضيها قد ايه؟ طبعا المقصود بيه قماش القميص. هنقول ال 150 متر اللي احنا لسه حاسبينهم فيه، كان قايل لي ان سعر المتر الواحد الخاص بالقميص 20 جنيه، يبقى هنقول 20 في ال 150 اللي هي عدد الامتار بتاعة القماش اللازمة للطلبية كاملة، هيديني 3000 جنيه. يبقى دي تمن القماش اللازم لطلبية القمصان. طيب نيجي نتكلم على الخامات المساعدة. انا برضو عايز اعرف تمن الخامات المساعدة قد ايه. هو كان قايل لي ان القميص الواحد بيحتاج بواقع 2 جنيه خامات مساعدة. طيب وانا عندي كام قميص؟ انا طبعا الطلبية بتاعتي 100 زي ما احنا متفقين، يبقى هضرب الاتنين في 100 هيطلع لي ان انا محتاج 200 جنيه للخامات المساعدة اللازمة للطلبية كاملة على بعضيها اللي هي طلبية القمصان. طيب نيجي بعد كده برضو جملة الأجور اللازمة لتنفيذ أو تشغيل طلبية القمصان كاملة على بعضيها. هو كان قايل لي إن القميص بيحتاج بواقع تشغيل 15 جنيه. خلاص. طيب أنا برضو متفقين عندي كام قطعة قميص؟ أنا ما بعملش قميص واحد، إحنا بنعمل الطلبية كاملة اللي هو 100، يبقى هضرب 100 في 15 جنيه اللي هي اللازمة لتشغيل القميص الواحد، يبقى في الحالة دي هيطلع لي الأجور اللي أنا محتاجها لتشغيل كمية القمصان الكاملة على بعضها، أو الطلبية المطلوبة مني للقمصان على بعضها. نشوف كده مع بعض. آدي 100 اللي هي عدد القمصان في 15 جنيه اللي هي واقع التشغيل للقميص الواحد، هيديني 1500 جنيه. دي جملة الأجور اللازمة للكمية. يبقى تاني أنا بحسب جملة الأجور للكمية، آدي الكمية كلها على بعضيها 100 في 15 جنيه واقع تشغيل القميص الواحد، هيطلع لي 1500 جنيه لتشغيل الطلبية كاملة. دي جملة الأجور بتاعة القمصان. طيب نيجي نشوف بعد كده جملة تكاليف القمصان نفسها اللي هو كله مع بعضه. يبقى أنا هحسب القماش الأساسي، هحسب الخامات المساعدة، زائد الأجور اللي احنا لسه مطلعينها. القماش الأساسي كان تمنه 3000 جنيه، هنبقى محتاجين 3000 جنيه. الخامات المساعدة هبقى محتاجة 200 جنيه. الأجور بتاعتي أو التشغيل هكون محتاجة 1500 جنيه. هجمع التلات تكاليف مع بعض هيديني 4700 جنيه. دي جملة التكاليف اللازمة للقمصان كلها على بعضيها، أو للطلبية الكاملة كلها على بعضيها.
تمام، يبقى انا كده من الاجزاء اللي فاتت معايا قدرت اوصل لجمله التكاليف اللازمه لتنفيذ البدل كلها على بعضها، من خامات اساسيه، خامات مساعده، تشغيل او اجور، وكمان جمله التكاليف الخاصه بالقمصان الطلبيه كامله على بعضها، برضو خامات القماش الاساسيه والخامات المساعده والاجور او التشغيل بتاعها، برضو قدرت اعرف جمله التكاليف بتاعه القمصان. نيجي نشوف بقى بعد كده، كان ثالث جزئيه عندي كان مطلوب مني الكرافات. ثالثا الكرافات، لو تفتكروا في المواصفات اللي هو كان قايل لي عليها، قال لي ان تكلفه الكرافطه الواحده كان مسهل عليا وحاسبها لي 25 جنيه. طيب انا محتاج قد ايه؟ طبعا 100 كرافطه لل 100 بدله وقميص، يبقى هضرب جمله، لما هقول جمله تكاليف الكميه اللازمه للكرافات كله على بعضه هيبقى ال 100 قطعه في ال 25 جنيه اللي هي لازمه لتكلفه الكرافات الواحده، هيديني 2500 جنيه، دي هتكون جمله التكاليف الخاصه بالكرافات. تمام، يبقى برضو من خلال اللي فات كله انا اقدر اعمل اجمالي التكاليف لجميع الاطقم. جميع الاطقم المقصود بيها هو كله على بعضه 100 طقم، بس الطقم الواحد عباره عن قميص وكرافات وبدله، انا هحسب الثلاثه مع بعض، اجمع الثلاثه مع بعض، جمله التكاليف اللازمه للبدله زائد جمله التكاليف اللازمه للقمصان زائد جمله التكاليف اللازمه للكرافات، يبقى دي اجمالي التكاليف اللازمه لتنفيذ الطلبيه كامله على بعضيها او ال 100 طقم اللي مطلوبين مني تنفيذه. نشوف كده مع بعض، كانت التكاليف الخاصه بالبدل 15500 جنيه زائد التكاليف الخاصه بالقمصان اللي هي كانت 4700 جنيه زائد التكاليف الخاصه بالكرافات اللي هي 2500 جنيه، اجمالي التكاليف دي هتطلع معايا 22700 جنيه. يبقى انا محتاج لتنفيذ جميع الاطقم من قمصان وبدله وكرافات ال 100 طقم المطلوبين مني كلهم على بعض 22700 جنيه. طيب هل انا كده وصلت للطلب الاساسي اللي هو طلبه مني او الطلب النهائي اللي هو طلبه مني؟ لا طبعا، كل ده انا بوصل خطوه خطوه لحد ما اوصل للاساس اللي مطلوب مني. الاساس اللي مطلوب مني ان انا اقدر احدد سعر البدله الواحده او الطقم الواحد بعد ما اضيف نسبه الربح، ونسبه الربح اللي هو كان مديهاني او محددها لي في المواصفات بتاعته كانت 20%. هنيجي نشوف بقى كده مع بعض اجمالي التكاليف بالارباح بعد ما اضيف نسبه الربح بتاعتي اللي هو طالبها مني اللي هي ال 20%. نشوف كده هنعمل ايه. 22700 جنيه اللي هي كانت اجمالي التكاليف اللازمه لعمل الاطقم كامله على بعضيها، ضربها لي، شايفين ال 20 اهي ضربتها، بقت 120 على 100، دي كده تلقائي، دي حاجه اساسيه زي ما احنا عارفين. طب لو كان قايل لي 10% يبقى 110 على 100، لو كان قايل لي 30% يبقى 130 على 100، دي حاجه اساسيه احنا متفقين عليها. فهو هنا في المساله محدد لي ان نسبه الارباح اللي احنا عايزينها هي 20% بس، خلاص، من اجمالي التكاليف. يبقى انا هشوف اجمالي التكاليف كلها كام واضربها في 120 على 100 علشان اقدر احسب التكاليف بعد اضافه نسبة الأرباح. نشوف كده مع بعض، آدي ال 22700 جنيه في ال 120 على 100 هيديني 27240 جنيه، دي إجمالي التكاليف بالأرباح. شايفين الفرق؟ بدل اللي أنا صرفته كان 22700، ده أنا صاحب المصنع لما نفذت 22700 جنيه، تمام، لما ضفت نسبة الربح بصوا كده المبلغ بتاعي النهائي هيبقى كام؟ 27240 جنيه، ده فرق هامش الربح بتاعي. انا زي ما احنا متفقين احنا مش فاتحين المصنع بتاعنا او الشركة بتاعتنا علشان مجرد اللي انا بصرفه في التنفيذ هو اللي انا هبيع بيه، لا طبعا، علشان خاطر ارفع سنه سنه من مستوى المصنع بتاعي او الشركه بتاعتي، افتح فروع تانية، اكبر من اقتصاد المؤسسه بتاعتي، وبرضه بيضيف لاقتصاد الدوله، فانا طبعا بضيف نسبه الربح بس بيكون نسبه بسيطه علشان برضه ما ترهقش المشترين او المستهلكين للمنتجات بتاعتنا، يبقى برضو هم استفادوا وانا كمان استفدت باضافة هامش الربح بتاعي. طيب كده، طب انا كده لما ضفت اجمالي التكاليف بالارباح يبقى انا كده فاضل لي نقطة واحدة ان انا اعرف
سعر المنتج الواحد بعد إضافة هامش الربح ده. زي ما احنا متفقين اهو، ده الحاجة الأساسية بقى بتاعتي، بيقول لي تمن بيع الطقم الواحد، وده اللي مطلوب مني. طب هحسبه ازاي؟ ادي اجمالي التكاليف بعد إضافة نسبة الربح اللي هم 27,240 جنيه. طيب انا عندي كام طقم؟ زي ما احنا متفقين 100، يبقى هقسم اجمالي التكاليف بعد اضافه الربح على عدد الاطقم بتاعتي اللي هي ال 100 طقم، هيطلع لي سعر الطقم الواحد. شايفين كده؟ ادي 27,240 جنيه على ال 100 هيديني كام؟ الناتج بتاعي 272 جنيه و4 من عشرة او 4 قروش اللي هي بالجنيه. يبقى ده سعر الطقم الواحد او سعر البدله الواحده اللي هو عباره عن قميص وبدله وكرافته، الطقم الواحد فيه يتباع ب 272 جنيه و4 قروش. تمام كده؟ يبقى انا كده قدرت اوصل للناتج او الطلب الاساسي اللي هو طلبه مني بعد اضافه نسبه الربح بتاعي. عملتها ازاي؟ مشيت خطوه خطوه بشكل البدله اللي قدامي، في نقط معينه حددتها في دماغي من خلال المواصفات برضو اللي هو كاتبها لي في المساله. قدرت وانا ماشي كده خطوه خطوه بقرا المساله، حددت على نقط معينه، عرفت الثابت معايا سواء بالجنيه او بالمتر، تمام خلاص مفيش مشكله. الاجزاء اللي هي بالسنتي قدرت احدد عليها خط كده واقول لا ده في النقطه دي ما انساش واحولها للمتر واقسم على المية، برضو اعرف العدد اللازم. هو مش معنى ان هو قايل لي 100 يبقى كله على بعض 100، لا احنا اتفقنا ان البدله 100 والقميص 100 والكرافات 100، فبرضو ده ما يلخبطنيش. قدرت اجمع التكاليف كلها بعد ما حددت كميه القماش اللازمه لكله وكميه الاجور، وقدرت احسب تمن كل حاجه منها، يعني البدله القميص الكرافته، جمعت التكاليف كلها مع بعض وضفت نسبه الربح بتاعتي لما خليتها 120 على 100، وبعد كده الناتج النهائي ده قسمته على عدد الاطقم بتاعتي طلع لي تمن المنتج الواحد اللي هو الطلب الاساسي اللي هو طالبه مني. تمام كده؟ يبقى كده انا وصلت لتمن بيع الطقم الواحد. نيجي نشوف بقى مع بعض مسألة كمان، نشوف برضو الشكل بتاعها هيبقى شكل مختلف ازاي، ممكن يجي لي السؤال ازاي. بيقول لي طلب احد المحلات من مصنع ملابس جاهزة تشغيل 120 زي مدرسي. تمام، نركز كده مع بعض. 120 زي مدرسي بثلاث مقاسات مختلفة. تمام، كانت نسبة المقاس الأول إلى الثاني إلى الثالث كنسبة 1:2:3، وتم التنفيذ على أساس 3 خطوط إنتاجية. يعني إيه الكلام اللي قدامي ده؟ أنا عندي محل من المحلات طلب مني، أنا عايز أنزل، أنا صاحب مصنع والمحل جه طلب مني قال لي والله أنا عايزك تنزل لي زي مدرسي. الزي المدرسي ده أنا عندي ليه يعني محتاج منه 3 مقاسات، 1 و2 و3، بس مش عايزهم قد بعض. تمام، انا عندي الطلب كتير او السحب كتير على المقاس رقم 3، فانا عايز منه 3 قطع مثلا، احنا بندي مثال، لكن المقاس اللي في النص ما بيجيليش عليه طلب كتير ببيع منه بس قطعتين، يبقى انا اديني منه 2، والمقاس الصغير خالص انا ما ببيعش منه تقريبا خالص غير هي قطعة واحدة. احنا بندي مثال بواقع 1:2:3، يعني من المقاس الاول وليكن انا عايز 10 قطع، طيب المقاس الثاني يبقى انا عايز 20 قطعة، المقاس الثالث انا عايز 30 قطعة. احنا بنفرد مع بعض، احنا بنوضح بس الفكرة، لكن هو لسه ما حددليش عدد القطع قد ايه. هو كان قايل لي 120 كلهم على بعض 120، يبقى ال 120 دول لازم يتقسموا معايا 1:2:3. هنشوف مع بعض هنقسمها ازاي. تمام، يبقى بيقول لي اهي هنعيدها مع بعض تاني. طلب احد المحلات من مصنع الملابس الجاهزة تشغيل 120 زي مدرسي، يبقى الطلبية الكاملة كلها عندي كام؟ 120 زي. طيب ال 120 زي دول عايزهم كلهم مقاس واحد؟ قال لي لا، عايزهم على 3 مقاسات اهو بثلاث مقاسات مختلفة. طيب الثلاث مقاسات المختلفة دول قد بعض بالظبط؟ يعني هقسم ال 120 على الثلاثة على طول؟ راح قايل لي لا، ده انا عايزهم بنسب مختلفة. النسب دي قد ايه؟ بيقول لي الاول الى الثاني الى الثالث نسبة 1:2:3.
والتنفيذ هيتم على 3 خطوط إنتاجية. تمام، شكل الموديل أهو، هو ده اللي هو طالبه مني. تمام، برضو احنا نركز مع بعض، عندي كالونيات، عندي نص كم، عندي في شريط زخرفي بيتضاف، عندي كرافطه وليكن، ماشي، احنا في عندي مرد بأزرار، خلاص احنا الكل نفسها كل بحاري، هنشوف هو هيطلب مني المواصفات دي ولا هو طالب مني ازاي، بس اعرف النسبه بتتحدد ازاي. نشوف كده مع بعض، بيقول لي الخط الاول مكون من عاملتين. تمام، احنا اتفقنا ان انا عندي 3 خطوط انتاجيه، بيقول لي الخط الاول مكون من عاملتين، خلاص الاجر للاولى 15 جنيه والتانيه 20 جنيه، ده الخط الاولاني، في عاملتين الاولى بتاخد 15 جنيه والتانيه بتاخد 20 جنيه. طيب والخط التاني مكون برضو من عاملتين، خلاص الاجر اليومي للاولى 20 جنيه والتانيه 22 جنيه. تمام، طيب والخط الثالث مكون من 3 عاملات، خلاص 3 عاملات، ده هنا مختلف اهو، الاجر اليومي للاولى 22 جنيه والتانيه 25 جنيه والتالته 28 جنيه. خدوا بالكم من التقسيمه اللي معموله دي، يبقى انا عندي 3 خطوط انتاجيه، الاول فيه 2 اجر الاولى 15 والتانيه 20، التاني فيه برضو عاملتين الاولى بتاخد 20 والتانيه بتاخد 22، والتالت فيه 3 عاملات، الأولى بتاخد 22 جنيه، التانية 25 جنيه، والتالتة 28 جنيه. خلاص، يبقى في عندي 2 هنا أجرهم زي بعض، وفي هنا 2 أجرهم زي بعض، وهنا واحدة بتاخد 15، وواحدة بتاخد 25، وواحدة بتاخد 28. تمام كده، وأنا ماشي بركز في حاجات كده بسيطة صغيرة، بقول لعل وعسى ممكن تفيدني بعد كده. بيقول لي القدرة الإنتاجية للخط الأول 10 قطع، والخط الثاني 10 قطع، والخط الثالث 15 قطعة في اليوم الواحد. يبقى هو هنا محدد لي إن كل خط بينتج في اليوم كام قطعة، الأول 10 والثاني 10 والثالث 15. تمام، ما هو الأول فيه عاملتين والثاني فيه عاملتين والثالث فيه 3 عاملات، فعشان كده اختلف كمية الإنتاج بتاعه. نيجي بقى نشوف، كان المقاس الأول بيحتاج 2 متر، المقاسات اللي مطلوبة مني، المقاس الأول عشان أنفذ الزي المدرسي ده بيحتاج مني 2 متر، والتاني 2.5 متر، والتالت 3 متر. يبقى في المقاس الأول بحتاج 2 متر، المقاس التاني عشان أكبر شوية بحتاج 2.5 متر، والمقاس التالت عشان أكبر بحتاج فيه 3 متر، وذلك من قماش قطني. تمام، سعر المتر الواحد كام؟ 5 جنيه. طب هو حددني ان في قماش لكل مقاس؟ لا طبعا، هو قايل لي كده معنى الكلام ان الاقمشه كلها حاجه واحده، المقاسات كلها مصنوعه من قماش واحد، سعر المتر الواحد فيه 5 جنيه. تمام كده، كل ده هو بيشرحهولي في المساله بتاعتي. طيب كمان بيقول لي ان بيحتاج كل زي الى ازرار، اهو زي ما شفنا في الموديل بتاعي عندي ازرار، تمن الدستة 2 جنيه. تمام، بيستهلك كل 10 قطع 5 بكرات، بيستهلك كل 10 قطع 5 بكرات خيط، تمن البكرة الواحدة 5 جنيه. أنا لازم هشوف في قسمة كده احنا بنقسمها اللي هي الكمية الكاملة على عدد البكرات، علشان نعرف احنا محتاجين كام بكرة، وعلى أساسها بحدد السعر بتاعي. خلاص كده. طيب بيقول لي والمصنع بيه عدد ماكينة عراوي واحدة، تمام، قدرتها الإنتاجية في الساعة 10 قطع، قدرتها الإنتاجية في الساعة 10 قطع. تمام، بيقول لي وتقوم بتشغيلها عاملة أجرها اليومي 10 جنيه، يبقى دي واحدة تانية، أجر عاملة تانية أو عاملة تانية قاعدة على ماكينة العراوي بعيدة خالص عن الخطوط الإنتاجية التلاتة اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده، يبقى في عاملة كمان اتضافت معايا اللي هي موجودة على العراوي، الأجر بتاعها 10 جنيه في اليوم. طيب عدد ساعات العمل بقى في اليوم الواحد، لأن هو لما كلمني على ماكينة العراوي عرفني إن هي بالساعة بتطلع لي 10 قطع في الساعة. طيب أنا بقى اليوم بتاعي أصلا كام ساعة؟ ده اللي هنشوفه أهو دلوقتي، وعدد ساعات العمل في اليوم 6 ساعات، ويتم قص للكمية كلها
في 3 ايام الكمية كلها اللي هي مطلوبة مني، اللي هي كانت 120 زي مدرسة زي ما احنا قلنا 3 ايام خلاص. واجر عامل القص في اليوم الواحد 15 جنيه، يبقى في برضو عامل تاني اتضاف معايا اهو اللي هو الخاص بالقص، وهو في اليوم الواحد بياخد 15 جنيه. يبقى انا برضو من واقع عدد الايام اللي قال لي عليها ان هي بيتم قصها في 3 ايام، يبقى انا اقدر اعرف اجر العامل في عدد الايام كاملة لما هضرب ال 15 جنيه في ال 3 ايام، يبقى في الحالة دي برضو هيطلع لي اجر العامل. المطلوب بقى، المطلوب بعد المواصفات اللي اتقالت اللي فاتت دي كلها، ايه المطلوب مني؟ بيقول لي ايجاد كميات الخامات المستخدمه واتمنها. تمام، يبقى انا محتاج اعرف كميات الخامات خلاص المستخدمه واتمنها، كمان ايجاد جمله الاجور، كمان ايجاد جمله الاجور اللي هي بتاعه العمال اللي اشتغلوا معايا سواء كان في الخطوط الانتاجيه الثلاثه او على ماكينه العراوي او على الجزء الخاص بمرحله القص نفسها. تمام، يبقى انا كده طلب مني ان انا اعرف كميه القماش اللازمه للطلبيه بتاعتي، تمام، وعلى اساسها بعرف السعر، وطبعا الاساس لازم هعرف كميه القماش اللازمه لكل مقاس مختلف عن التاني، لان على اساسه هجمع كله على بعضه وهقدر احدد التمن بتاعي. تاني حاجه هو بيقول لي محتاج اعرف الاجور، وزي ما قلنا انا عندي خطوط انتاج كل خط اتنين منهم فيه عاملتين والتالت فيه 3 عاملات، غير اجر العاملة اللي موجودة على ماكينة العراوي، غير اجر العامل الخاص بمرحلة القص. يبقى انا لازم اخد بالي من ده كله. تمام، نرجع برضو مع بعض ونشوف حاجة كمان طالبها مني، جملة الاجور للكمية كلها خلاص، كمان طالب مني تمن بيع الكمية المطلوبة، تمام، بعد اضافة كام؟ 20% مصاريف وارباح، بعد إضافة 20% مصاريف وأرباح، وكمان متوسط بيع الزي الواحد طبعا بعد إضافة نسبة الربح بتاعته. خلاص كده يبقى أنا مطلوب مني يشوفوا قد إيه، مطلوب مني الكمية، مطلوب مني الأسمان، مطلوب مني الأجور اللازمة للقطعة الواحدة وللعمال أو للطلبية كلها على بعضها، كمان مطلوب مني تكلفة المنتج كله قد إيه لازم اعرفها، كمان هعرف بعد ما هضيف الربح بتاعي يبقى المبلغ كله على بعضه قد ايه، لازم اعرف كمان المنتج بتاعي، المنتج الواحد من الزي ده هيتباع بكام بعد اضافة نسبة الربح اللي انا هضيفها ليا كصاحب مصنع. نبتدي كده بقى مع بعض ونشوف ازاي نقدر نحل المسألة دي خطوة خطوة. اول حاجة هنقسمها لأسس فنية وكميات، اللي هي الكميات اللي مطلوبة مني. أول حاجة مجموع الأجزاء، هو كان قايل لي إن نسبة المقاسات اللي موجودة عندي أنا محتاج 3 مقاسات، نسبة كل مقاس 1 إلى 2 إلى 3. فأول حاجة أنا هعملها هنا مجموع الأجزاء، 1 ده المقاس الأول زائد المقاس الثاني كان مطلوب مني 2 زائد الثالث اللي هو كان 3، يبقى 1 زائد 2 زائد 3 إداني 6 أجزاء. طيب عدد القطع في المقاس الأول ايه هي؟ عدد القطع او الطلبية نفسها اللي مطلوبة مني كانت 120 زي مدرسي. طيب انا عايز اعرف المقاس الواحد نسبته بقى قد ايه؟ بنقول هضرب في 1 والناتج اللي يطلع هقسمه على 6، اللي هو ايه؟ اللي هي ال6 اجزاء اللي احنا كنا لسه مطلعينها، لان المقاس الاول كان قايل لي نسبته 1. تمام، يبقى انا هشوف الكمية المطلوبة مني او الزي المطلوب مني الطلبية كلها على بعضها كان كام؟ كان 120 زي مدرسي. طيب المقاس الاول نسبته كام؟ نسبته 1 بس، يبقى في الحالة دي انا هضرب 120 في 1. طب وبعدين؟ قال لي كل النسب مع بعضيها كانت كام جزء، جمعناها كام جزء؟ قال لي 6. يبقى في الحالة دي الناتج اللي هيطلع من ضرب 120 في 1 يتقسم على عدد الاجزاء اللي هي 6، في الحالة دي هيطلع لي المقاس الاول انا محتاج منه كام زي، او هنفذ منه كام قطعة. نشوف كده مع بعض اهي، ادي ال 120 اللي هو الزي المطلوب مني او الطلبيه كامله، في الواحد اللي هي نسبه المقاس الاول، الناتج اللي يطلع من ضرب الاثنين دول على 6 اللي هي زي ما قلنا الاجزاء نفسها الخاصه بالنسب، هيديني في الاخر 20. ال 20 ده اللي هو 20 زي، 20 قطعه هتنفذ بالمقاس الاول، 20 قطعه من ال 120 اللي مطلوبه تنفذ بالمقاس الاول. طيب نيجي نشوف بعد كده، طيب عدد القطع في المقاس الثاني، نسبة المقاس الثاني
كام؟ كانت 2. خلاص يبقى في الحالة دي هقول 120 اللي هي الطلبية كاملة في 2، الناتج اللي يطلع أقسمه على عدد الأجزاء اللي هم 6 هيطلع لي 40 زي. يبقى المقاس التاني مطلوب منه تنفيذ 40 قطعة أو 40 زي مدرسي. طيب تلقائي برضو المقاس التالت كان نسبته كام؟ كان نسبته 3. يبقى برضو عدد القطع المطلوبة في المقاس في تنفيذها في المقاس التالت قد إيه؟ هنقول 120 اللي هو الزي أو الزي المطلوب مني كله أو الطلبية كلها في 3 اللي هي كانت نسبة المقاس التالت، الناتج اللي يطلع من حاصل ضرب الاتنين دول مع بعض على 6 اللي هي الأجزاء هيدي 60 زي أو 60 قطعة ملبسية. يبقى أنا في الحالة دي من خلال مجموع عدد النسب اللي مطلوبة مني او اللي اتحددت لي في المسألة لما قال لي ان احنا هننفذ 120 زي مدرسي دول بواقع 3 مقاسات مختلفة، نسبة الاول الى التاني الى التالت، 1 الى 2 الى 3، انا علشان احسب لكل زي او لكل مقاس محتاج منه تنفيذ كم قطعة، جمعت الثلاث نسب مع بعض اللي هي 1 زائد 2 زائد 3 ادوني 6. طيب الستة دي هستفاد منها بإيه؟ بقول إن كل مقاس من المقاسات اللي هجيب القطع كاملة على بعضيها أو الطلبية كاملة 120 هضربها في نسبة المقاس الواحد وبعد كده أقسمها على الستة، زي ما شفنا في المقاس الأول ضربت 120 في 1 قسمتها على الستة، وفي المقاس التاني ضربت 120 في 2 والناتج اللي طلع قسمتها على 6، في نسبة المقاس الثالث ضربت 120 اللي هو القطع بتاعة الزي كاملة اللي مطلوبة مني تنفيذها في نسبة المقاس الثالث اللي هي 3 والناتج اللي طلع قسمته على 6. يبقى في الحالة دي طلع لي ان المقاس الاول هنفذ منه 20 زي، المقاس الثاني اما هنتج منه هنفذ 40 زي، والمقاس الثالث هنفذ منه 60 زي. يبقى 120 كلهم اتقسموا معايا 20 ل40 ل60، يبقى 20 قطعة تتنفذ بالمقاس الأول، 40 قطعة تتنفذ بالمقاس الثاني، 60 قطعة تتنفذ بالمقاس التالي. دي الجزئية الأساسية عندي أو المختلفة اللي موجودة عندي في المسألة دي اللي أنا قدرت أعرف هحلها إزاي، هي تقسيمة نسب المقاس 1 إلى 2. خلاص كده عرفنا بنحسبها إزاي. طيب على أساس بقى الناتج اللي طلع معايا ده من كل مقاس هقدر احسب كمية القماش اللازمة للمقاس الاول، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا احنا قلنا في المقاس الاول طلع معايا 20 زي مدرسي انا هنفذه بالمقاس الاول. طيب احنا اتفقنا انه بيحتاج في المقاس الاول 2 متر لتنفيذ الزي، يبقى في الحالة دي ال20 اللي هو عدد الزي اللي مطلوب بالمقاس الاول في ال2 متر اللازمين لتنفيذ كل واحد منها هيطلع لي 40 متر، يبقى كمية القماش اللازمة لتنفيذ القطع الخاصة بالمقاس الاول 40 متر. طيب كمية القماش اللازمة للمقاس الثاني لما حسبت النسبة بتاعتي قال لي دول 40 قطعة زي هتنفذيهم. طيب المقاس الثاني ده قال لي هحتاج لتنفيذه للقطعة الواحدة منه 2.5 متر، يبقى ضربت ال 40 في 2.5 متر اداني 100 متر، يبقى انا محتاج 100 متر لتنفيذ القطع اللازمة بالمقاس الثاني. طيب وعلى اساسه برضه هنمشي نفس النظام في كمية القماش اللازمة للمقاس الثالث اللي هم 60 قطعة، في قال لي القطعة الواحدة في المقاس الثالث بتحتاج 3 متر، يبقى 60 في 3 هيديني 180 متر. طيب من خلال عدد الأمتار اللي طلعت للمقاس الأول والمقاس الثاني والمقاس الثالث مش هقدر أجيب كمية القماش اللازمة للطلبية كلها على بعض أو للمقاسات كلها على بعض، طبعا هقدر أجمع كمية القماش اللازمة للمقاس الأول زائد كمية القماش اللازمة للمقاس الثاني زائد كمية القماش اللازمة للمقاس الثالث، طبعا على حسب تقسيم كل واحد، ده كان 20 زي، ده كان 40، ده كان 60، وفي المجموع النهائي بيطلع معايا كمية القماش اللازمة للمقاسات كلها أو للطلبية كاملة على بعض. نشوف كده مع بعض، أهو بيقول لي كمية القماش اللازمة لجميع المقاسات زي ما حضراتكم شايفين ادي 40 زائد 100 زائد 180 متر، اهو كلهم مجموعهم على بعض 320 متر، يبقى كمية القماش اللازمة لجميع المقاسات 320 متر. تمام كده. طيب عدد الازرار اللازمة للكمية كلها على بعضيها، هو كان قايل لي ان الطقم الواحد بيحتاج 6 ازرار،
طيب انا عندي كام قطعه مطلوب مني تنفيذها حسب الطلبيه؟ كان قايل لي 120 زي مدرسي. طيب يبقى انا هضرب ال 120 زي مدرسي في عدد الازرار اللازمه للطقم الواحد اللي هم 6، هيطلع لي الناتج معايا 720 زرار. يبقى انا محتاج دلوقتي اعرف الزي او الطلبيه بتاعتي كلها على بعضيها محتاجه كام زرار. هو قايل لي في المساله بتاعتي في بدايتها كان قايل لي ان الطقم الواحد بيحتاج 6 ازرار، يبقى انا هضرب الست ازرار اللازمين للطقم الواحد في عدد القطع المطلوبه مني او الطلبيه كلها على بعضيها ال 120، هيطلع لي في الاخر 720 زرار. طيب لو تفتكروا احنا برضو ما بنحسبهاش بالزرار، احنا بنحسبها بالدستة، والدستة فيها 12، فاحنا لازم نحط الفكرة دي في دماغنا. تمام، هاجي بعد كده الخطوة اللي بعديها هيطلب مني عدد البقر اللازم للخياطة الكمية كلها على بعضيها. هنقول البقر اللي انا محتاجاه كان لكل 5 قطع بحتاج بقرة، ادي 120 في 5 على 10 اللي هو هيديني في الاخر 60 بقرة. تمام، هو كان قايل لي لكل 5، معلش لو نفتكر كده مع بعض في المسألة نرجع كده سريعا. اهو بيقول لي بيستهلك، معلش اهو بيقول لي بيستهلك كل عشر قطع 5 بقرات خيط. ده في المواصفات او في المعطيات اللي هو كان مديها لي، بيقول لي ان بيستهلك كل 10 قطع 5 بقرات خيط. تمن البقرة الواحدة 5 جنيه، تمن البقرة الواحدة 5 جنيه. خلاص كده، يبقى احنا نشوف مع بعض. يبقى انا المفترض هعمل ايه؟ هضرب ال 120 قطعة او 120 زي مدرسي في 5 على 10 قطع. تمام، يبقى في الحالة دي هيطلع معايا عدد البقرات اللي لازمة لتنفيذ الطلبية كاملة على بعضها. اهو ادي 120 في 5 على 10 هيديني 60 بقرة لتنفيذ الطلبية كاملة على بعضها. طيب نيجي بعد كده نشوف الاسمان، الاسمان اللي مطلوبة بقى نحسبها ازاي. عايز اعرف تمن القماش. تمن القماش الاساسي كان قايل لي 5 جنيه للمتر الواحد. طيب انا محتاج للطلبية كاملة على بعضيها قد ايه؟ 320 في 5 جنيه اداني 1600 جنيه. طيب دي اول حاجة انا طلعتها اللي هو ثمن القماش. طب نيجي لتمن الازرار. احنا كان قايل لي ان هي الدستة ب2 جنيه. طب انا محتاج اعرف ولا الزرار هو اللي كان ب2 جنيه، 720 في 2 على ال 12 اللي هو الدستة نفسها هيديني 120 جنيه. يبقى 720 في 2، وانا عايزة احول ال 720 زي ما قلنا قبل كده لازم تتحول معايا بالدستة، فهقسمها على ال 12 هتطلع لي محتاج 120 جنيه. يبقى تمن القماش 1600 والزراير 120 جنيه. طيب تمن البقر برضو ادي 60 في 50 هيديني 300 جنيه. جملة الاتمان بقى هجمع القماش مع الخيط مع الازرار هيطلع لي 2020 جنيه. على اساسه برضو بكمل بعد كده الاجور زي ما قلنا في الخط الاول كان في عاملة اولى وعاملة تانية. الخط التاني وبرضو لو تفتكروا كان محدد معايا احنا لازم نعرف عدد الايام بنبقى محتاجينها قد ايه. تمام، هجمع بعد كده الاجور كلها مع بعض زي ما قلنا، الاجور اللي في خط الانتاج الاول والتاني والتالت زائد الاجور الخاصة بالعراوي زائد الاجور الخاصة بالقص، يبقى جملة الاجور كلها مع بعض، وعلى اساسه بحسب التكاليف واضيف نسبة الربح بتاعتي بعد اضافة اللي هي 20 اللي هي تبقى 120 على 100، وهوصل في الاخر لمتوسط بيع القطعة الواحدة بعد اضافة نسبة الارباح لما اجيب الناتج النهائي اللي هو هيطلع معايا 3147.06 قروش على 120 اللي هي عدد القطع نفسها المطلوبة مني للزي او الطلبية، هيطلع لي سعر المنتج النهائي
26 جنيه و23 قرش. وبكده احنا نكون وصلنا للطلب او مجموعة الطلبات اللي هو كان طالبها مني، حسبت الكميات، حسبت الاسمان، حسبت الاجور بعد ما حددت اليوم بنحتاج للقص كام يوم، بنحتاج للتنفيذ كام يوم، وجمعت الاجور كلها مع بعض، جمعت الخامات كلها مع بعض، قدرت احسب اسمان كل حاجة، جمعت الاسمان مع الاجور، وبعد كده ضفت لهم نسبة الربح بتاعتي عشان اقدر اعرف جملة التكاليف كلها اللي انا محتاجاها. وفي الاخر بوصل بعد إضافة نسبة الربح بحدد سعر المنتج الواحد لما بقسم على عدد الزي أو عدد الطلبية اللي مطلوبة مني في الآخر، بطلع في الآخر بسعر المنتج الواحد. بكده للأسف تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا معانا، وضحنا فكرة والتانية تكون جديدة لعل وعسى ممكن تنفعنا في الامتحان، ممكن تنفعنا في حياتنا اللي جاية بعد كده. أرجو من حضراتكم الهدوء أثناء قراءة الأسئلة، جدا وضع علامات كده بسيطة في ورقة الأسئلة للأجزاء زي ما قلنا، سواء السنتي أو القرش، ونحوله إزاي، عدد الأيام، الحاجات البسيطة دي كده نركز فيها، نحط خطوط عشان ما ننساهاش، نحدد الطلبات المطلوبة مني في المسألة، واتأكد بعد ما بخلص المسألة بتاعتي ان كل طلب من المطلوب مني انا فعلا حققته وكتبته وحليته في المسألة بتاعتي. لو غلطت ولا حاجة وفي جزئية كملتها في الاخر، ارجو من حضراتكم نعمل سهم بسيط كده وباقي الاجابة مثلا بالخلف. ونتمنى لحضراتكم جميعا كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.